في التحريم وفي التغيير. زول يشيل زي ما هي ويقوم يزيد وينقص فيها. وانا ما عندي اشكال حتى في احياء الموتى. نصلح الخنجر قالوا الاولياء بيد المطر يذلل المطر خليهم. الاولياء بيحيوا وبيميتوا. وصحيح شوي. والكباش بيد الجد. المطر ده الخريف ما فات. وغناله ما مات. المطر دي مسألة بسيطة. واحد هنا في سوق الجرمان ده قال له لا والله جيتوا هذه وقال له انتوا قلتوا يومي قام عليه بالطلاق انا قدامك ده رد المطر. وكان كركاب يد المطر. يقول لك كركاب مطر بنسحب. طيب ده اسمه صلاح الدين البدوي الخنجر يتبع للطريقة السمانية. وطبعا احنا قلنا لابد في الإصلاح تبقى صريح ونحن جاهزين للطريقة السمانية في السودان بكل أنواعها. عرفتها؟ مناظرة أي حاجة بفضل الله جاهزين لك. خنجر دكتور في تفسير رفعوك جبهجية كله تجيب نجيب لك كتبك. ويحشر الناس في السودان ضحى ونجيب المقاطع حقتك ونكشفك للبشر حتى يرجع البشر إلى رب البشر. عرفتها؟ فالزول ده أول مسألة قال أنا ما عندي قال إشكال في إحياء الموتى. قال الأولياء بيحيوا وبيميتوا. عرفتها؟ ده نمرة واحد. وقال الكباش بيد الجنة. طبعا ما في آية ولا حديث. بعد ذاك قال والمطر برضو بنزله الصوفية. طيب أول حاجة يا أخواننا الإحياء والإماتة دي حقة ربنا يا خنجر. الكلام ده بالمناسبة لو شافك أبو جهل بيقول لك كاكا بالغتك. عرفتها؟ ربنا سبحانه وتعالى تحدى به والخليقة كلهم. ربنا قال الله الذي خلقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء. ربنا قال سبحانه وتعالى عما يشركون. فربنا سمى اللي بيقول انه غير الله بيخلق او بيميت او بيبعث ويحيي ويبعث. عرفت الاربعه ديل او يرزق. ربنا سماه مشرك. وربنا جاب الكلام ده الآية دي جابها في سياق التحدي. عرفتها؟ ونحن بنتحدى الخنجر ونتحدى السمانية وكل الصوفية في العالم كله. عرفتها؟ بنتحداهم مش يحيوا لنا زول. تعالوا أحيوا لنا ذبابة ماتت ما بتقدروا تحيوها. لأنه الذي يحيي ويميت هو الله وحده لا شريك له. عشان كده ربنا قال قل هل من شركائكم كركاب ولا ما كركاب؟ وكركاب كان ما فاضي كان كركب. لو كان ملان كان كركب. البرميل ده لما يكون ملان مويه ما بكركب. لكن ده فاضي عشان كده كركب. ما عنده اي حاجه. عرفتها؟ فربنا قال قل هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه تنزيها له. تنزه الله عز وجل ان يشاركه احد من خلقه وتعالى عما يشركون. عشان كده ابراهيم عليه السلام قال الا الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقين. قال القرطبي رحمه الله الضمير هو في بدايه الجمله يفيد الحصر والاختصاص. الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يعيد والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. معناه الحاجات دي كلها ما بيعملها إلا ربنا سبحانه وتعالى. بعد ده الناس بيسألوا يقول لك العيشة زادت ليه والبنزين ما في ليه والسكر ما في ليه والغاز قاطع ليه. الجواب هذا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. عرفتها؟ دي المسألة الأولى. فكونك تكون ما عندك إنه
مشكلة قال في إنه بيحيي ويميته، دي ده يدل على خللك أنت في العقيدة. نحن عندنا مشكلة، ودي مشكلة بتمرقك برا الدين ذاته، لأنه ربنا سبحانه وتعالى وحده قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم، الذي رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، ما في إله غيره يستحق العبادة، لأنه ربنا عز وجل هو الذي يحيي ويميت. نحن يا أخواننا نحتاج إنه نقول للناس يا ناس هوي البيحي ويميت هو الله، الشيوخ ما بيحي ويميته؟ نحن حصلنا مرحلة زي دي، مرحلة فاتوها المشركين زمان فاتوها. طيب قال الأولياء بيحي ويميته، ما عندهم أي حاجة. ربنا عز وجل قال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة، ده الله سبحانه وتعالى، ما الأولياء. طيب بعد ذلك قال الكباشي بيد الجنة، ودي نظمة له والبرعي طبعا، وده برضو طابع للطريقة السمانية. قال كباشي ما تحيسيمه كباشي، كم أدى ولد في كل بلد، كم حل عقد كباشي يربط ويحل في كل محل، كم أدى طفل كباشي. والكلام ده في القرآن والسنة كفر، لأنه الولد ما بيديه إلا ربنا. ربنا قال هو الذي خلقكم من نفس واحدة في سورة الأعراف، وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما. الراجل والمرأة لما المرأة قربت تلد، لئن آتيتنا صالحا، قال ابن كثير يعني سالما ما في نقص في أعضائه كامل الخلقة، لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. ربنا قال فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. بعد ذاك ربنا رد عليهم وذكر لهم من الحجج العقلية والشرعية التي تبطل هذا الزعم أن الأولياء كباشي ولا غيره بدو ولد. ربنا قال أيشركون، هذا الاستفهام إنكاري، أيشركون ما لا يخلق شيئا، ما نافية شيئا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، ما بيقدر يخلق أي حاجة. وربنا ذكر لك في سورة الحج، في سورة الحج يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله الكباشي والبرعي وكركاب والخنجر والأنبياء والصالحين والرسل والملائكة والجن كلنا دون الله، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ضبانايا واحدة. قال القرطبي ذكر الله الذباب لضعفه وكثرته ومهانته. ربنا ما تحداهم بجبل ولا بفيل ولا ببحر ولا بقرش ولا بحوت ولا بزراعة، ربنا سبحانه وتعالى تحداهم بمخلوق ضعيف. أيشركون ما لا يخلق شيئا، كباشي وتحسونا والدلو بيض رفته كلهم عبيد لله. العقيدة دي إذا ما صلحت الدنيا ما بتصلح، أبشرك. ربنا قال أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، هو ذاته مخلوق، ولا يستطيعون لهم نصرا، ما بيقدروا ينصروا ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. ربنا قال لك إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، البرعي أمثالكم، ودلبيض أمثالكم، كباشي أمثالكم، تاني في منو مكاشي أمثالكم. أنت بتترجف مالك؟ بتخاف مالك؟ عرفتها؟ الكلمة ما بتقتل، بيقتل الشرك، تفهم الحاصل؟ فالناس إذا ما صلحت العقيدة دي عقائد فترانة. قال واصل في المقطع قال الأولياء بيدوا المطر، لو سألت شافع الروضة يقول لك الكلام ده عيب يا أبوي، والله جد. ربنا سبحانه وتعالى قال
أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن، يعني السحاب، أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. ربنا قال وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد سبحانه وتعالى. وبعد العباد يجعل لله سبحانه وتعالى الأنداد، عرفته؟ قال الأولياء وكركاب بيد المطر. قال جاء وهابي لواحد من الدراويش حقنا الخنجر، قال لي خليك من الخنجر، قال علي بالطلاق، أنا ذاتي بدي جنى. أول حاجة ده حرام، تحلف بالطلاق ده حرام ولا ما حرام؟ حرام، لكن هو الصوفي بيحلف بأبو الشيخ، خليك من الطلاق، فهمت الحاصل؟ فدي نمرة واحد. ونمرة اثنين، مرته دي طالق بالمناسبة، مرته دي، لأنه علق الشغلة على إنه بنزل المطر. فنحن بنقول لك ها، عشان الطلقة دي تقع ولا ما تقع؟ المطر حتنزلها ولا ما بتقدر؟ عشان المرأة ما تطلق إلا تنزلها. وين هو قال جيب لنا اسم عشان نشوف الحاصل، فضل له كم طلقة ولا ما فضل له؟ عرفتها؟ كذب. قال أنا في سوق أم درمان علي بالطلاق بنزل المطر. وسوق أم درمان قبل فترة ما اتحرق، صح ولا ما صح؟ كانت أنزل لك بس 12 متر مكعب في الموية اللي في النار اللي اتحرقت دي، لو أنت بتنزل المطر. فدي يا أخوانا عقائد موجودة الآن ومتجذرة غير ربنا، ومقاطع كثيرة. والله لو قعدنا 6 شهور نحن ما ننتهي من المقاطع بتاعت الصوفية اللي بيذكروا فوق الباطل، وإنه الأولياء بتاعنهم بيدوا الولد وبيصرفوا في الكون، عرفت؟ وبجروا الشمس مع الملائكة، خلاص؟ وإنهم بي 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 يعني بينشئوا ويصوروا الأجنة في بطون الأمهات، وإنه بيقولوا للشيء كن فيكون، وإنه يعني كل ما يريدون، وأنهم يخلقون مع الله كما يخلق الله سبحانه وتعالى.